كنحس بها بيت. زيدة جيبة يلا الله حفظك. قلت لكم كنحس بها بيت الإخوان. والله يا المعفر تعفر بسوي. السلام عليكم الإخوان، مرحبا بكم في فيديو جديدة، فيديو سبيسيال، فيديو غادي تكون النهاية ديال الدوري الإنجليزي. ولكن قبل ما نبدأ هذه الحلقة كيف ما كتشوفوا لابس الفوقية، فاليوم هو نهار العيد. واخا غتوصلكم الفيديو معطلة ولكن غير سمحوا لي، كنتمنى أنكم تكونوا دوزتوا واحد العيد اللي هو زوين، أنكم حيتي وصلت الرحمة بينكم وبين الأقارب ديالكم، وأن هذا العيد إن شاء الله يكون واحد فالخير، وأنه أي حاجة كتمنوا إن شاء الله في حياتكم أنها تحقق. الله يدخلوا عليكم الصحة والسلامة وطوال العمر، وخصوصا الصحة الصحة الصحة. والحلقة ديال اليوم غادي تكون من نوع تاني، حيت باقي الخمسة ديال المباريات وينتهي الدوري، فداك الشيء علاش غادي نحيد عليا هاد الفوقيه. وهكا كنكونوا رجعنا بالقميص ديالنا الاوفيسيال ديال مانشستر سيتي، هاد الفريق هذا اللي عطاني بزاف ديال الحوايج اللي هما زوينين، ومن بينهم اول حاجه هو انه تلعب في الدوري الانجليزي. غير تلعب في الدوري الانجليزي بعدا راه شي حاجه راه واعره. وكيف ما خليناها في الحلقه اللي فاتت وغتلقاو ليان ديالها هنايا، فسالينا في المرتبه الثالثه براس ديال 60 نقطه على بعد 6 ديال النقاط على ليفربول، وباقي خمسه الماتشات. يا ربي دير لنا شي تاويل، ويا ربي تهرس لي داك محمد صلاح ماني ماشي في الريل لايف في الجيم. فداك الشيء علاش انا ما غاديش نخلي البيس اليوم يتحكم. الشيء اللي غيميز الحلقه ديال اليوم هو انه غنلعبوا ماتشات بخمسة باش يكون المصير ديالي بين ايدي. الا خسرته نكون انا هو الانسان المسؤول على هاد الخسارات هادو، باش نقول انا بيس هو اللي خسرني كيف ما دار لينا في الحلقه السابقه. وغنمشيو دابا نيشان ان شاء الله مع هاد الماتشات الخمسه اللي كتشوفوا فيهم هنايا نار نار يا حبيبي نار. قبل ما نبداو هاد الماتشات الاخوان، وصلنا لاكثر من 45000 مشترك، فانا كنوعدكم الى وصلنا ل 50000 مشترك قبل من نهايه الشهر اللي هو شهر 7، فانا كنوعدكم بواحد المفاجاه غادي تعجبكم بزاف بزاف بزاف. وحمروا لنا وجهنا وتابوناو الاخوان في هاد لاشين هادي، ونزيدو نكبروا ان شاء الله العائله. اول مباراه غادي تكون مع واتفورد صاحب المركز 14 في الدوري، والحاجه الزوينه هو مانشستر غادي يتلاقى مع ليفربول، يعني الاول مع الثاني. كنظن ان النتيجه اللي تكون في الصالح ديالنا هو النتيجه ديال التعادل ولا تربح مانشستر. الله يترجلو كريستيانو يضرب شي سيسكو. وكيف ما كتشوفوا الاخوان كندخلوا اساسيين في هذه المباراه، هذه هما كيلعبوا بالخطه ديال 4 4 2 وحنا بالخطه ديال 4 3 3، ودائما انا في البوست ديالي اللي هو ار دبليو. وبالنسبه لتقييم المباراه غادي نديروا التسديد على المرمى، خصنا نماركيو هذا الماتش هذا. اذا ننطلق المباراه الاخوان في هذه المباراه اللي ما كتعرفش القسمه على جوج، الله يحفظك ما يماركيوش. كاينه اديرسون اول محاوله كتجي من الطرف ديالهم هما. ماركي 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 يا صاحبي جيبها ليا، دير هذيك اللعبه ديالها ليتس جو. يا رب يا رب نري كره خطيره، عرفتي اللمسه ديالها، ولكن الجول ديالهم كيحيدها. يا خويا الزين راه تيري تانيش، انا اش بغيتي انت الاول انت الاول وانت الاول، واش تمنيتك ضارب عليك دوره ليلة دورة. داكشي علاش ما درتش بقيت كنتسنى فيه غير حيدها وانت شو. لا والله الا حشومة عليكم، والله الا حشومة هادشي. انا بجوج نزيروه. صفرة ناري 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 تخلعت. مش هذا ناس مش هذا ناس وخا جبد على واه من حيدة ليا. لا تعقد الامور ولا معقد الامور لا والو. ريال دينيس كوكا عجب الله كوكا ما شدتش فيها مزيان. اذا نهايه الشوط الاول بواحد الزيرو، مزيرين خوتنا في تيراننا الاخوة. ان شاء الله الميطة الثانيه غنديروا شي ريمونطادا اللي هي تكون تاريخيه. سير هذا ناس سير جيري. واه هذا الجول بزاف اخويا. اوكي سونتري سونتري انا الاول الله حفظكم. ونيري نيري ونيري ملي كيحيدوا ليا كنحس بها بيت. زيده جيبه يلا الله حفظك. ليكم كنحس بها بيت الاخوان. فنان 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 الله عليك. والله يا مانشستر سيتي ايتا عندكم الزهر، عندكم هاد اللعابات. ماشي غنشكر لكم راسي ولا شي حاجه الاخوان، والله ايتا عندهم الزهر. شوف شوف لي الحلاوه ديال الهدف ما يمكنش. اوكي جبنا هدف التعادل ليتس جو. ترى انا معاكم والله الا سمحت بهاد اللعاب هذا غنبقى معاكم حتى الاخر راه زيد. يلا دناس خشيه علاش الوار علاش علاش وعلاش كديري فيا بحال هكا وعلاش علاش ما تدخليش. وهنا التغيير خروج عمران اللوزه.
شير دادا ولد البلاد صافي ما دارت تلعب غير رجعوا يدخلوا لنا هذه اللعبه هذا الله يزبالي واعطانا شي بيت غير وقف غير وقف غير وقف عليه لا 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 خيبه 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 اوف دابا انا ما فهمتش مدرب لعب على لقب وشو شحال داير اللور صافي خرجوا كره خرجوا يلا ضغطوا وضغطوا اصاحبي واش انا نبقى نتقاتل معكم في هذه الفرقه بوحدي اصاحبي وضغطوا صافي سال الماتش كاع والله الا حشومه وحق ربي الا حشومه عليكم والله الا حشومه وليفربول كتخسر الماتش ديالها اوغوزمون مع مانشستر يونايتد يعني كون ربحنا هذا الماتش يعني ودابا الفارق كيتقلص لخمسة ديال النقاط وباقي باقي شوف باقي اربعة الماتشات باقي ميدير باقي حتى حاجه ما تحسمت باش تعرفوا الاخوان حتى حاجه ما تحسمت هذا الدوري الانجليزي يعني فرقه في المرتبه 20 تقدر تربح لك الاولى ما كاينش هذا احسن من هذا دونك دابا الماتش اللي عندنا ضد ليدز صاحب المرتبه 12 تقريبا غيكون نفس النيفو ديال واتفورد غير هو ما خصناش نتعادلوا معاهم بطبيعه الحال وهذه المره غنديروا تقييم المباراه المهم اللي قدرنا نديروا هو هذاك نحط باس ماركي المهم غير ربحوا حنايا صافي انا ما عرفتش علاش متشبت هو انه يحط محرز اس تي وانا يا ار دبليو ما عرفتش علاش بينما انا هو الهداف ديال الفرقه كامله لعبوا كره نيشان ولا سيروا في حالاتكم والله الا لعبوا كره نيشان ولا خلوني نمشي في حالاتي صافي ضغط رهيب في هاد الاثناء كيتمارس علينا الاخوان وغيمشي بها وغيتيري وغوزمو عندنا هاد ايديرسون راكم وليتو عارفينو كيفاش داير هاد اللعاب هذا راه احسن لاعب كاين عندنا في الفرقه بالرجول حط حط هنا حط هنا حط هنا ناري ما واجدينش يلا تجربة 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 انا بقى واقف اليوم هنا يا ديك الراجعة مزيانة هاتش خاص تكون ذكي خاص تكون ذكي هنا غادي يقصدها ودا ناس غيقصد ودا ناس غيقصد وما كيماركيش وقف لي في طريقي جن كحل محرز دسي اخوي شفتك باس ديسيزيف كنقول فين شوف فين غيلقاو اللي يلعبوا بحكا فين الهربة الهربة نيفو الدراري وكنسجلوا الهدف الثاني للاول الاول الهدف الاول سمحوا لينا على الغلط التقني ولكن راه خويا راه فيت راه ما يمكنش كنت غنشريها في الاول الصراحه قلت راه نعوجها وعاد نقلع عليه ليتس جو 16 هدف من خلال 34 مباراه ماشي شي حاجه ولكن الحمد لله اذا نهايه الشوط الاول كيجي الهدف في الدقيقه الاخيره من عمر الشوط الاول بدايه مزيانه داز داز شفتو عوج لي لهيه حط ليه حط عليه يا اخويا حطها لي في الاول اصاحبي علاش كتبغي تعقد الامور علاش سونطري علاش زهري بحرك علاش علاش شي خايبه شنو هي دابا هي ماركيو علينا شوف فين راجع معاهم والله الا شوف الاخوان شوف 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 زيد زيد انت الاول وانت صاحبي اري عياد خونا ما بقاش عنده السفل ترى مات صافي صفري صافي الاربيت صفري كاين كاين عشيري فوز صغير بالنتيجه ديال 1-0 ولكن راه كبير في سلم الترتيب باش نكونوا واضحين نتسناو الضفه الاخرى ديال ليفربول شوفوهم شنو داروا تاهما اذا كنفوز برجل المقابله الاخوان تقييم ديال 8.3 خسروا خسروا اخوان خسروا ليفربول علاش من خسروا ترى ليفربول الاخوان كانوا لاعبين تشامبيونز ليغ الاخوان حنا دابا راه لاعبين 35 ماتش وما لاعبين غير 33 ماتش حقول او قلت ليفربول خسروا جوج ماتشات متابعين الشمس العشيه بلعنا الاخوان ليفربول لعبات ماتش ديالها اللي باقي مأجل ليها وتعادلوا ودابا ولات عندهم 67 نقطة وحنا 64 فارق 3 ديال النقاط وحنا باقي لنا 3 الماتشات وهما 4 صاحبي الكالكوليتريسات ما تنحملهمش انايا وحق اوكي غنديروا محاكاه سريعه اوكي وبغى يعطيونا شحال من نقطه 6 ديال النقاط كنور غنزيدهم ليه في البدني راكم تشوف الاخر ديال الماتش خونا كان مات اصاحبي ما يمكنش اذا التكلفه ديال النموذج التور حنا بغيناه تور اخويا في التيران يعني يدخل بدين ريحش والو كيش طريح ودابا غنمشيو نيشان الماتش ديالنا ديال نيوكاستل وهذه المره حنا اللي مدخلين في التيران ديالنا وغنمشيو نيشان تقييم المباراه حنا اللي كنعرفوا هو انه نربحوا الماتش غادوزو غادوزو انا نحط عليكم غادوزو ناري 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 على هجمة بيتنا 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 اويلي واش منيتو واش منيتك عشيري واش منيتك اصاحبي اوكي اوكي ماشي مشكل ماشي مشكل ماشي مشكل واه صاحبي ناري 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 على زهر عندي وناري على زهر عندي سونطريا سيزو واش برا الثانيه واش شنو هادشي هذا شنو ماي ماركي وانت عقل عليه ها تفرج ها
كنعرف هاد الماتشات هادو كنعرف والله الا كنعرف هاد الماتشات هادو كتبقى ضاغط الماتش كامل كتجي محاوله عندهم تي ماركي وعلك ما يعرفش زها والله لا من قبيله وحنا كنسقلو من قبيله صاحبي من قبيله وحنا كنسقلو تي ماركيو علينا بيوت صاحبي بحال وجاو مستحيل والله الا مستحيل هاد الكره هادي والله العظيم نهايه الشوط الاول 1-0 نيوكاسل متقدمين عرفت جابوها حتى الاخر وبداو كيفرطوا فيها ما حنا مبرزطين مع الشامبيونز ليغ ما حنا مبرزطين مع كاراباو كاب حنا مبرزطين مع الاف اي كاب عندهم غير بريمير ليغ وحنين عطاونا النتيجه ديال ليفربول انا شبيد وانا عطيني عطوني ليفربول نشوف واش دايره خصنا نماركو جوج البيوت هذا راه غنماركو ان شاء الله يلا دانا صلح حفظك صوفيهم انت يا صاحبي صافي خشيها يا صاحبي قوى عليا هذا الغارديان هذا بروسيا انا بروسيا وا بزاف اخويا تخونا ويتا بزاف وحيد صاحبي كورة فقصل 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 وزا تخيل تخشى وسط ديري ديري تيري وبزاف وبزاف صاحبي وبزاف وبزاف انا اخويا نحط عليكم توما تكلفوا بها لا خليني عاد شغدير خليني انا نمشي لماك خليني انا نمشي على انك تحط لي باكيه بحال هذه واش تمنيتك كتلعب مع مانشستر سيتي انت اش كيدير اش كيدير صاحبي اش كيدير اش كدير صاحبي اش كدير صاحبي واش منيتك صاحبي واش كتمرقنوا بيا واش كتسطاو بيا والله ما عندي ما نقول الاخوان ماتش ما يمكنش هما دابا عندهم 70 نقطه في تينا بزاف ديال النقاط وحنا باقي لنا جوج الماتشات يعني واخا ربحوهم غنوليو غير متكافئين معاهم في النقاط يعني فريمون خاص شي معجزه غنديروا محاكاه سريعه لويست هام هذا الفريق اللي هو في المرتبه 14 ما كنتش باغي ندير محاكاه سريعه ولكن بما ان ما بقاش الامور دابا بين ايديا يعني خصني نتسنى الاخرين شنو غيديروا هادي والفريق الاهداف وداك الشيء بدا كيتعقد وبديت كنحس انه اللقب مشى بالرجوله فغادي نخلي البي سي يتحكم نشوفوا شنو غادي يديروا وتا لا ربحوا شفت انه ليفربول داك الشيء خسروا فغادي نلعبوا الماتش الاخر تفائلوا خير تفائلوا خير الاخوان تفائلوا خير ان شاء الله غادي نديروا شي حاجه في هذا الماتش هذا والله والله ما بقاو عندي الكلمات باش انا نهضر راه ماشي عيب انك تخسر راه عادي عادي شوف الخساره وارده عادي ان كتخسر وداك الشيء ماشي مشكل ولكن انك دير ماتشات مزيانين وانك اي مباراه كدير لها محاكاه سريعه كيخسروك فهاد الشيء ما كنفهموش واش ما باغينش يعطوني اللقب قولوا لي صافي كاع ما بقيت تبرزط معاهم انا كاع اي تراجعنا للمرتبه الخامسه وبما ان رسميا الاخوان ما غنتوجوش بلقب الدوري الانجليزي فغادي نديرو محاكاه سريعه الماتش الاخر الصراحه ما كنتش معول السيناريو غيسالي بحال هكا ولكن شوف كنا خدينا قرارات في الاول كان جاني عرض انتقال من الاولمبيك ليون ما مشيتش معاهم ماشي مشكل اوكي هذا غنديرو ليه محاكاه سريعه حيت ما عنده حتى شي دوره هذا الماتش هذا ما غيفيدنا بحتى شي حاجه وكيتعادلوا كاين في العاده ما كاينش اللي يربحهم والو اذا رسميا الاخوان ليفربول يتوج بالبريمير ليغ منهيا موسما قويا للبطولة والمدرب ديالهم كيقول انه كانوا متماسكين وهذا هو السبب الرئيسي للفوز باللقب حنا المشكل اللي كان عندنا هو انه ما كانش واحد التناغم ما بيني وما بين محرز اذا نهينا الدوري الانجليزي بالرصيد ديال 65 نقطة في المرتبة الرابعة يعني مؤهلين للتشامبيونز ليغ العام الجاي لا الاخوان لا 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 وصلني عرض من بروسيا دورتموند وقد فاوض مدير اعمالي على راتب ديال 81 مليون اسبوعيا ارجو ان تؤكد لي ان كنت تقبل هذا العرض وان كنت ترفضه والبقاء معنا في مانشستر سيتي مع تحياتي بيب غوارديولا اش بان لكم الاخوان شوف غنحبس الحلقه هنا الاخوان بغيتكم كاملين في لي كومونتير تقولوا لي واش نمشيو ليها ولا نبقاو في مانشستر سيتي كنوصلوا للنهايه ديال الحلقه موسم غادي نقدر نقول لكم ماشي ناجح وماشي عيان حيت لعبت معاهم بزاف ديال الماتشات اللي انا رسمي غير هو ما حرزنا حتى شي لقب ماشي مشكل كتبقى هذه اول سنه ليا كلاعب محترف فان شاء الله التالق غيجي من هنا للقدام ما تنساوش الاخوان ديك سبسكرايب كيف ما وعدتكم غندير لكم واحد المفاجاه اللي هي واعره بزاف نوصلوا ان شاء الله ل 50000 ابوني كان معكم داناس تنقول لكم تهلاو